جوجل شخصيا كانت قد أعدت فيديو يوضح الزايد جايست، فكرة الزايد جايست في 2013. أظن أنه من الأنسب أن نشاهد هذا الفيديو أولا قبل أن نناقش هذا الموضوع مع ضيف كريم، هو الأستاذ رامي قنديل مسؤول العلاقات العامة في جوجل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. زايد جايست بالفيديو. We are now in a position to look at the other worlds of our solar system. Our values call upon us to care about the lives of people we will never meet. We realize the importance of light when we see darkness. When you finally get to that point of acceptance, there's nothing more beautiful. Say my name. الآن يشرفنا مباشرة من القاهرة الأستاذ رامي قنديل مسؤول العلاقات العامة في جوجل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مساء الخير يا أستاذ رامي. أنا دائما ما أبدأ فقرة من هذا النوع كل سنة، ربنا يديك الصحة كده وطولة العمر كل سنة وانت طيب، بالسؤال التالي: من يضمن لي أن المعلومات التي تعتمد عليها جوجل في موضوع روح العصر دي، اتجاهات البحث، ليست معلومات شخصية؟ يعني من يضمن لي أنكم لا تراقبون ما أبحث أنا شخصيا عنه على جوجل؟ تمام. أول حاجة عشان نطلع أي معلومات في التقرير السنوي بتاعنا ده بناخد أربع حاجات. أول حاجة طلب البحث، إيه اللي كتب في محرك البحث. تاني حاجة الوقت والتاريخ. ورابع حاجة الاي بي ادرس او عنوان الاي بي، وده اللي بيساعدنا نعرف جه من انهي بلد. نظرا لان احنا عندنا حد ادنى للطلبات، معناها ان لازم المواضيع اللي عملت اهتمام وكان عليها بحث عدى مرحلة معينة هي بس اللي بتطلع لنا، فده بيوضح لنا ان هو نمط معين او عدد كبير، ليس مستخدم واحد بعينه هو اللي بيدور على حاجة زي دي. فبتورينا ان ناس كتير بتدور على حاجه زي دي من بلد معينه، لكن مين الشخص ده، ايه هو، راجل ولا ست، عمره كام، ما فيش اي فكره، هو مجرد عنوان اي بي. لانه انت عارف الكلام الشائع كده على الشبكه، وانا عارف انه نظريه المؤامره جذابه ومثيره زي الافلام كده، افلام الاكشن، يقول لك ان جوجل تقدم هذه المعلومات لاجهزه مخابرات وكلام من النوع ده، مش صحيح طبعا. لا احنا عملنا كذا تصريح على الموضوع ده، وجوجل لديها منظومة قانونية للتعاون مع المنظمات الحكومية وقانونية لطلب معلومات، وده يستدعي طلبات رسمية، واحنا بنعلن عنها في تقرير بيتعلن مرتين في السنة اسمه تقرير الشفافية. وبنعلن عنه كل الطلبات اللي بتجيلنا من كل حكومات العالم ايا كانت بخصوص كل المستخدمين لدينا من ايا كان نوع الطلب. ما الفرق بين ما يبحث عنه المتصفح العربي وما يبحث عنه المتصفح مثلا في الغرب؟ مش عايز أقول في العالم، لأنه العالم ده بيتضمن كتلة عملاقة في آسيا لها حكاية خاصة يعني، لكن ما الفرق بين المتصفح العربي والغربي؟ أظن الفرق يعني لازم تبص عليها إقليميا أكتر من كده، مش بس عربي، بس الفرق مثلا ما بين المصري والإماراتي، بحيث ان احنا نبص على نتائج البحث في مصر، كانت اهتمامات المصريين كفكرة اهتمامات محلية سياسيا واجتماعيا وفنيا، بينما مثلا لو بصينا على ابحاث المستخدمين في الإمارات هنجدها بتماشي الأنماط العالمية او الغربية زي ما حضرتك بتقول، من حيث مثلا بيدوروا على اخر تكنولوجيا عالمية، من حيث التليفونات، اخر أنماط فايرل زي مثلا هارلم شيك، رقصة الهارلم شيك على يوتيوب. حتى الأندية والرياضيين كانوا من الغرب، على عكس مثلا البحث في مصر اللي كان بيركز اكتر على نتائج واشخاص محلية.
محلية. ما هي الطريقة التي يمكن أن نستفيد منها حينما نعرف ما الذي بحث عنه العرب في 2013؟ ما الفائدة العملية يا أستاذ رامي في تصورك؟ الفائدة العملية زي ما قلت بترجع في الآخر إنك تبص على كل بلد دورت على إيه. في مصر الاهتمامات كانت محلية، يعني مثلا نبص على حاجة زي المغنيين في مصر. المغنيين في مصر كانت منهم دنيا سمير غانم اللي هي في الأصل ممثلة وتاريخيا لم تكن مغنية، لكن شهرتها السنة دي كانت بسبب إن هي حملت ألبومها بالكامل حصريا على يوتيوب، ودي حاجة ما تعملتش قبل كده في الشرق الأوسط. فدي حاجة مثلا ممكن تكون درس أو حاجة مغنيين كتير في المستقبل يتعلموا منها من حيث الاتجاهات. إن الأكثر بحثا هو اللي بيعرف يستخدم الإنترنت صح وبيعرف يتفاعل مع جمهوره صح. الكتلة الكبرى من مستخدمي الانترنت والمتحكمين في اتجاهات البحث على جوجل أظن هم شباب في سن حضرتك أو أصغر كمان يا أستاذ رام. ده حقيقي اللي يعني نقدر نقول أن أكتر من 50% من المستخدمين إقليميا وعالميا يعني بيكونوا في الشريحة السنية ما بين 18 ل 30، هي يعني دي اكبر، ده اكبر عدد من مستخدمي الانترنت. وفي الشرق الاوسط يعني هم الكتله السكانيه الاكبر وهم اكتر ناس موجودين على الانترنت. لانه حضرتك لما تقول لي انه من المواضيع التي بحث عنها بكثافه في 2013 دنيا سمير غانم، اقول لك امال فين فريد الاطرش؟ يعني ما حدش دور على فريد الاطرش، ما حدش دور على عبد الحليم حافظ ولا ام كلثوم يا اخي؟ والله عمرو دياب رقم واحد في مصر، يعني هو الراجل زي ما بيقولوا عليه الهضبه لسه موجود بقاله كذا سنه، فهو يعتبر برضه يعدي على كذا جيل. بس طبعا الشباب هو اللي بيحرك الانترنت، لانه الشباب ليس فقط مستهلك المحتوى ولكنه صانع المحتوى. صحيح صحيح. السياسه اخبارها ايه بقى يا استاذ رامي؟ السياسه الحمد لله كانت شغاله بخير في مصر بالذات، يعني اكتر عن غيرها. كانت احداث، كان عندنا كذا حاجه في قائمه الكلمات الاكثر تداولا في مصر على مدار السنه، كان منها حركه تمرد، كان منها حركه البلاك بلوك، كان منها الاغنيه اللي نتجت عن حركه عن ثوره 30 يونيو اللي هي تسلم الايادي. كان طبعا عندنا قائمه للسياسيين وكان تربع عليها محمد حسني مبارك، يعني محمد مرسي. محمد حسني مبارك؟ تمام يا فندم. محمد حسني مبارك تربع على القائمه؟ كان اكثر سياسيا تم البحث عنه في مصر في 2013. دي حاجه مدهشه جدا. محمد مرسي بس محاكمته كانت لما عملنا نبص مثلا على قائمه الاحداث، محاكمه مبارك كانت تحت مقارنه بمحاكمه مرسي. ايوه. قدره زايد جايست، مشروع زايد جايست لرصد توجهات الحركه، قدرته ايه مثلا على أن يخبرنا بالتفصيل عن ما يبحث عنه الناس في شرائح عمرية مختلفة، ولا أنتم لا تنظرون إلى هذا الموضوع يا أستاذ رامي؟ زي ما قلت لك إحنا بناخد أربع عوامل بس: الاي بي أدرس، الوقت والتاريخ، وطلب البحث. إحنا ليس لدينا معلومات عن سن الشخص، عن اسمه إيه، عن ذكر أو أنثى. هي دي الأربع عوامل فقط اللي بتساعدنا إن إحنا نحدد ما يبحث عنه الناس ومن أنهي دولة وفي أنهي وقت عشان نتأكد إنه في 2013. في شمال إفريقيا، في المنطقة اللي هي غرب مصر بدءا من ليبيا وصولا إلى المغرب، هل هناك اختلاف كبير؟ لأنني أعرف إنه هذه المنطقة فيها معرفة واسعة مثلا باللغات الأوروبية، يعرفون الإسبانية والفرنسية إلى آخر ذلك. هل هناك اختلاف في أنماط البحث؟ تمام. التقرير زايد جايس السنوي بخصوص الشرق الأوسط يتضمن مصر، السعودية، والإمارات. بخصوص دول شمال أفريقيا اللي هي مثلا المغرب أو تونس أو الجزائر، لم تكن ضمن التقرير الرسمي. يعني السنة دي كان في 72 دولة في التقرير ده، زيادة عن ال 55 دولة بتوع السنة اللي فاتت. لكن طبعا التقرير لا يتضمن دول العالم بأكملها، دايما بنحاول نكبره وبنحاول نوسعه. لكن اللي احنا عملناه السنة دي هي أداة جديدة، خريطة تفاعلية ممكن تشوفها على الويب سايت بتاع زايد جايست. خريطة تفاعلية بتوريك الناس في مدن مختلفة حول العالم دورت على ايه. دي مش بتوريك نفس نتيجة القائمة، عشان دي بتوريك يوم بيوم، شهر عن شهر، ايه اكثر الكلمات تداولا في مدن مختلفة. ومدن منها بقى في شمال افريقيا منها الدار البيضاء، منها الرباط،
ودي ممكن توريك اكتر لو بصيت فيها بنفسك، وبتوريك شهر عن شهر يوم عن يوم ايه اكتر الكلمات تداولا في المدن دي، وطبعا بتكون ساعات فرنساوي ساعات اسباني ساعات بالعربي. يا استاذ رامي انا متشكر جدا، انا ساترك لك كلمه اخيره لكي تقول لنا في تصورك زايد جايست 2014 يكون مشابه ل 2013 ام انك تتوقع انه يكون في اختلاف تكنولوجيا جديده تغير في امزجه الناس؟ اللي حاضر اقول لك عليه واللي فعلا تقرير مثلا السنه دي عن السنه اللي فاتت عن السنه اللي قبلها بيوريه لنا ان في زياده في المحتوى العربي كفكره، المحتوى العربي في زياده مستمره لان البحث ابتدى يكون اكثر بالعربي، الناس ابتدت تنتقل عن البحث بالانجليزي للبحث بالعربي، وده معناه يعني اوتوماتيكيا ان المحتوى العربي المفيد عالي الجوده في زياده، وانا اتوقع السنه الجايه المحتوى ده يكون في زياده، وعلى اساسه هي دي الانماط اللي هنشوفها بعد كده، انه محتوى محلي يفيد المستخدم المحلي. انا سعيد جدا بالحكايه دي. حضرتك تتوقع زياده المحتوى العربي على الشبكه؟ تمام، ده بديع. انا متشكر جدا يا استاذ رامي والبركه فيك، شد حيلك انت كمان، انت عليكم دور، وانا عارف ان جوجل عندها مشروع لزياده هذا المحتوى في اي خطوات جديده يعني ترسمون ملامحها في العام الجديد. مظبوط، مبادره ايام الانترنت العربي، ودي مبادره جوجل وشركاء لينا في المنطقه وحول العالم منهم الامم المتحده بنقودها، دي تهدف ل يعني نشر الوعي عن ان اي مستخدم ممكن يساهم في تعريب الانترنت، وهدفها ان هي توريك الاساليب والادوات المتاحه ليك كمستخدم انك ازاي انت تتعرب للانترنت، ودي احتفلنا امبارح بيوم اللغه العربيه للانترنت مع الامم المتحده. أيوة. وكان عندنا فعاليات على الارض وعلى الانترنت بتشجع الناس وبتوريهم الادوات المختلفه دي، واحنا دايما بنحاول نوسع المبادره دي ونضم ليها شركاء اكثر من حول العالم والوطن العربي. انا متشكر جدا لرامي قنديل مسؤول العلاقات العامه في جوجل الشرق الاوسط وشمال افريقيا. بعد الفاصل مشاهدي الكرام نبض الشبكه.